يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتحجج أهل الباطل بأن اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات هو من وقت تأسيس المستشفيات، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ هذه حجة واهية. الشر والمنكر لا يبرر إذا كان قديما أو سابقا، ما يبرر هذا. الباطل باطل سواء كان قديما أو حادثا، هو باطل، والباطل لا يبرر الباطل. نعم، فهذا من أساسه باطل. نعم.